اللي يحب يروح على البيت يدق يروح. بكرة إن شاء الله بالخير والسلامة نشوف بعضنا الساعة 11 تماما بصلاة الدفن بالكنيسة، وبعد الصلاة رح نروح كلتنا على المقبرة طبعا من الأهل، وبعد ما نرجع من المقبرة هون كمان في قاعدة، والمساء بكرة إن شاء الله الساعة 6 في صلاة المساء، بعد الصلاة كمان في قاعدة بالصالون الساعة 7 بعد الصلاة اللي يحب يقدر يكون حاضر معنا.
ربنا يبارك في حياتكن والرب يرحم المرحومة خالة مريم ويرحم جميع أمواتكن إلى الأبد آمين. بارك مر بريخي تركو الخول موري وهو دع بعد شماء ورع ولون بارك متحاسي وان زاهر من ذاكي وان قاديش الخول من ضد طيب عناسيش مش لو دروح نويتو حاسل موري الله والحاسل عن إذا مهم ليش معوثا قبيثا بيدني أصلاوه من البلوث تحبوثو قدوم بي ما دلوت حد دم رايمتو بارك مر بش مدى بدر بدروح قاديشو حاد الله الشارير آمين قري ليسو قري ليسو قري ليسو ربنا يبارك بحياتكم تصبحوا على خير وتكونوا متفائلين.